علي عبد البديع ما جاش ولا كلمك؟ طيب طيب ماشي هكلمك تاني. انتي فين يا دولت؟ انا قلقان عليكي جدا، طمنيني حتى برسالة مماثلة. لو كتبت متولي هدخل في رسالة جديدة ويتحسبوا عليها بسعر رسالتين. ميتو 1 2 3 4. يا سلام بالسنطرة بالظبط كده بقى، مفروض انها تبعت. على الله بقى تيجي فايدة. اهي على كده من الصبح واحد نستلمها مزدات من طلعة النهار وفي الاخر بعت مسج شكله ايحة قوي. هي ما تحسنتش؟ شكلها واخدة مهدئات قبل ما تيجي، بس هي كويسة، ما تشغليش بالك انت بحاجة زي ما قالك الدكتور. هعمل ايه بس بده كله؟ الله يرحمك يا باشا. خدمت خدمة العبد للسيد 23 سنة وأكتر، كان ناقص ألبسه الجزمة والشراب. لا كان ناقص ألبسه الشراب والجزمة. والله العظيم أنا كنت بأكله إيدي. لا عشان نحلف، أنا كنت بأكله بإيدي دي، عشان دي الشمال. الشمال لا، أنا كنت بأكله بإيدي اليمين. واحنا وصلنا لحد فين؟ ده شكل. وفي الاخر لما مات، بس ربنا خايب ظنه عشان هو كان فاكر ان انا هموت قبله، كان فاكر انه هياخد عزانا كلنا. انا مش ممتن فيه انه مات قبل مني، عشان انا اخلاقي اعلى واحسن من كده. انا من عيله مقصله، اكبر عائلات البلد، عيله الارندلي. يعني انا مش مآمن ان اشرب الطافيه دي ولا اقعد مع عليا جرى عليها الزمن وضربها بالشلوت زي دي، ولا كمان ان انا اقعد احكي حكايتي لناس زباله زيكم. واحنا وصلنا لغايه فين؟ انا خايف، ما تضايقش. انت حددت لغايه بعد كده انا هقعد في ملك الحسبوح. زعلانين عشان بقول الحقيقه؟ عشان بقول لكم يا الماما؟ لا، انتوا مش الماما يا الماما. العيب مش عليكم، العيب علي انا. انا اللي جاي في مكان مش مكاني، وزمان مش زماني. انا عبد البديع الارندلي، ابن موسى الارندلي، علي الدواويني باشا، طباخ ناظر نظار الخاصة الخدوية والسعيدية. انا ما فاكر، مش مهم. أنا مش بتفشخر بأهلي. ليس الفتى من يقول هان أبي، الفتى من يقول هان ذا. هان ذا أبدي على رندي. تعرفوا مين هو أبدي على رندي؟ أستاذ عبد البديع الأرندلي اللي كان فاكر نفسه جدع. يا عم وقف يا ابني، استنى ما تشوف ايه حكايه الراجل ده. انت غيبه، انت حمار، حمار. منور طبعا. ده
يلا ماشي حالا هتشوف. ده انا جوزي محامي كبير قوي وهيجي يبهدل الدنيا. انا حرم الاستاذ عبد الباهي هيجي ويبهدل الدنيا. هتشوف يلا. راها على بهدل. طب يلا يا فارح. ابو زاز ابو زاز انا مش عاجبك. ده من اكبر محامين البلد وانا عارف هو كويس. يبقى اثبت حقوقك قوي بربع الازازه اللي في ايدك دي. دي لسه فيها شويه. الازازه اللي مات اسبح حالي اللي كان معايا ازاز. كفايه ريحه بقك يا متر قدامي. لحظه يبقى انا سكران. اتفضل. مش عارفه شغلانه ايه دي. هتشوفه دلوقتي. استنى هنا على مسلم محضر الضبط بتاع الباشا. حاضر يا فندم. كمل بعدين. مساء الخير. مساء النور. اهلا يا باشا. اتفضل ثواني هكون مع حضرتك. اي اوامر تانيه يا فندم؟ لا يا حبيبي يلا. محضرك معاك واتكل على الله. شكرا. صدقي كان فاضل لي 25 دقيقة وسلم النبطشية. وأنا أقول يا ربي معقولة يعدي يوم من غير ما تنوريني. أنا عايزة أكلم المحامي بتاعي وفي الآخر يجي الأستاذ بتاعك يحلها وياخدك تحت باطه ويمشي. حقي ولا مش حقي؟ أموت وأعرف مين اللي خلى الشعب كله يعرف حقوقه فجأة كده. ممكن التليفون؟ يا عم وائل أنا لازم أمشي، عربية الدورية بره. حاضر يا باشا. أعملوا مكالمتك وخلصيني. يا نهار ابيض انت هترشيني؟ تتبلع عليا يا جدع انت هترشيني ده ايه؟ بقولك نقولني الموبايل بتاعي. لا يا خفيف ده هيفضل معايا لحد ما الباشا يطلع ويشوف، ساعتها بقول اللي انت عايزه. اشمعنى يعني انت اللي تعملني كويس؟ الدنيا كلها بتعملني كويس. كله ضرب من الشلاليت. ليش صبر طيب يا طيب. انت يا ابني شوف الموبايل اللي بيننا بره ده. لا لا ايه يا لطيفه انت بتتكلمي ليه قبل ما افتح عليك؟ انت كنت بتقولي ايه؟ كنت بقول لك رد عليا يا بديع. الحقني. ايه صدى الصوت ده؟ انت بتتكلمي من الحمام؟ نورت يا باشا. ما بتكلمش من الحمام. دخل الراجل بتقولي ايه؟ بقول لك في الاسم. ثانيه بكلم مراتي. خلصينا يا ست انت بقى. حاضر حاضر المده لسه ما خلصتش. الحقني بقى يا بديع. ما تتكلميش لحد ما جيلك العك الدنيا. الله اكبر ده ان بطشيه اللي بقت زي العسل دي. هو في ايه يا بديع؟ مكلبشينك ليه؟ انت اتحقق معايا. انت اللي جابك هنا تاني. ايوه يا حمدي. لا يا حبيبي ما استعجلكش ولا حاجه، بالعكس ده انت تيجي على الاقل من مهلك. ولا اقول لك ايه رايك يا حمدي اخد النبطشيه بتاعتك النهارده؟ لا ابدا، اصلي مزاجي رايق وما ورايش حاجه. باشا اخويا تسلم لي، نردها لك في الافراح. اسمحوا لي بقى اجاوب بالنيابه عنكم على اسئلتكم على بعض. المدام جايه لي بمحضر امتناع عن دفع فاتوره محل الكوافير بعد ما عملت شعرها شويه حاجات كده، يعني رفضت تدفع وكسرت حاجات في المحل وهي بتهرب. اهرب ليه؟ هو انا مجرمه؟ ده انا كنت فاكراها الكاميرا الخفيه. هو في حد يعمل شعره ب 2400 جنيه؟ قول دي امرها سهل. المصيبه عندك انت بقى يا متر، جاي لي بمحضر سكر في طريق عام وتعريض حياه المواطنين للخطر بعد ما قعدت في وسط الشارع والعربيات رايحة وجاية حواليه. تحبوا نبتدي مين بقى؟ قبل ما نبتدي أنا مش هتكلم غير في وجود المحامي بتاعي. الله. طب وأنا؟ وأنا مالي. يا علي اطمن، لقيت بابا. مفيش وقت أشرح لك، قابلني في اسم السيدة. يلا على السلامة. الدكتور بيقول ان انت جالك اصطدام في النفسية، وبيقول كمان ان انت بقيت كويسة دلوقتي وتقدري تروحي معايا. بس انا عايز افهم بقى ايه اللي صدمك في نفسيتك؟
انت كنت داخله المخروب ده ساق سليم. نونا 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 انت سامعاني؟ نونا الجوكر بيكلمك، ما تنفعش معاه سكة الطنش دي. يا نونا نونا رد عليا، نونا احنا في مستشفى ومش عايز اعلي صوتي. انت يا بنت قادر تمسك نفسك شوية؟ اشمعنى دلوقتي اللي قلقان عليها؟ ده انت كان بيجيلك وقت زمان كنت بتهشها من حياتك وكأنك بتهش دبانة نزلة، ولا يعني الحكاية لا بحبه ولا بقدر على بعده؟ حب ايه بس وهبلني؟ الست برضو خيرها عليك، تستاهل انك تعمل على الأقل دقيقة من تليفونك ليها. يلا توكل على الله. المرة دي شكلها اتصال، أدهولك حضرتك ترد عليه؟ ترد على مين؟ ده عايشة في ملكوت تاني. ألو مين؟ أنت اللي مين؟ رد بسرعة الكارت هيخلص. أنا جميلة الممرضة. ممرضة؟ ممرضة إيه؟ انطقي. الست اللي حضرتك عمال تديها مسدات محجوزة عندنا في المستشفى من امبارح. إيه؟ مستشفى؟ مستشفى إيه؟ خد تعالى هنا، رايح فين؟ افتح يدك. مديح مديح تعالي يا حلوه بقى. نورت. ايه عايزه مني؟ تعالي حقول. لا انا بقول لكم ايه، كل واحد يقدر مكانه بادب. على فكره انا معامل كبير قوي وانا اقدر اساعدكم. انت باين عليكم مظلومين بصرف النظر عن اشكالكم. الشكل مش كل حاجه، يعني انتوا مثلا شكلكم مجرمين عتيد الاجرام، مثال حقيقي لنظريه لامبروزو. لا ولا حد فيكم يعرف مين هو لامبروزو. احنا ستات زي بعض، قولوا لي اعمل معاه ايه؟ ده انا غلو بغلبي معاه واحتار دليل. وحياه الشده اللي انتوا فيها، حد فيكو يقولي اعمل معاه ايه؟ ما باخدش من حبي فيه وخوفي عليه غير المرمطه والرميه في الاقسام كل يوم والتاني. حد فيكو يرسيني على بر معاه يكسب فيا ثواب؟ انا مش بعدمه بعد ما مات، بس هو الحقيقه كان ماسك في الدنيا بايديه واسنانه، بيموت على القرش، بيحب الفلوس اكتر من عينيه، مقضيها يا اما سلهلله يا اما سفلقه. ويدفع ليه؟ اذا كان في حمار هو اللي بيصرف، شايل الليله كلها. على راي المثل، طمعان جبنا له بيت شاطرين، بس في الاخر خدت منه حته شلوت محترم يتسجل في موسوعه جينيس. الاول حد فيكم يعرف مين هو جينيس؟ مساء الخير يا فندم. مساء النور. نبيل راجح المحامي، زميل الاستاذ عبد البديع الارندالي، وده علي ابن الاستاذ عبد البديع، جاي يطمن عليه. مال بالمره يطمن على مامته كمان. ماما؟ مامته يا ست لطيفه كمان هنا. يا سعدي يا هنايا، شفت الصدف؟ عمري ما حلمت بحاجه زي دي. بس على فكره انا ممكن اعمل لكم النهارده اوكازيون، والست لطيفه تروح معاكم، واعمل لها محضر صلح بنفسي كمان، بس تدفع فلوس الكوافير والحاجات اللي كسرتها. كوافير ايه؟ هي ايه الحكايه؟ لحظه يا علي. وبالنسبه للاستاذ عبد البديع، استاذ عبد البديع ده حبيبي، بس صعب يخرج بالحكايه دي. من حسن حظي لازم يأنسنا هنا للصبح عشان يعرض على النيابه.
ممكن نشوفه؟ تستعجلش على رزقك يا متر، ده انا شغال بايديا واسناني في الورق اللي قدامي عشان افضاله، بعدين كلها 5 دقايق ونقعد كلنا مع بعضينا. يا لولا يا لولا يعني انا هنا من امبارح بالليل. ايوه واديناكي حقنه مهدئه، والدكتور قال سيبوها تنام على قد ما تقدر. يا لولا يا لولا على فكره تليفونك اهو ما بطلش رن من امبارح، وفي كمان مسج. مسج متولي؟ ايوه متولي، حتى اتصل من شويه ولما عرف ان حضرتك هنا في المستشفى خد العنوان مني وقال جاي. جاي؟ هو عارف حاجه؟ حاجه عن ايه؟ عن اللي حصل في حياتي. ومين يعرف حاجه هنا عن حياه حضرتك؟ حضرتك جيتي مغمى عليكي، وحتى لما كنت بتتكلمي ما كانش حد بيفهم حضرتك بتقولي ايه. ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر 13 عامل لي ميزة 13 مرة. بلاش تقولي لي حكايتك مع الزمان. قلنا الراجل طليقك محضر لك مفاجأة كده، شقة مطرحين وحمام، وبتبص على طرقة طويلة على شارع 4 متر بحاله وبعيد عن مراته التانية. بس قال لي بقى لا هدفع لا مهر ولا شبكة تاني، كفاية المرة اللي فاتت. اتخنق. بصي اخوكي بقى من سيعته قرصت عليه وهيجيب لك غوشتين صيني، ده غير انه هيظبط اخوكي بقى. نونا انا عارف ان انت مش هتبدي تكسفيني قدامه، وهتوافقي انك ترجعي له، مش كده يا نونا؟ نعم. انتوا بتقولوا ايه؟ انا مش هقول اكتر من اللي قلته وائل بيه. انا بقولش انه مش غلطان، غلطان وستين غلطان، بس انا حكيت لسعادتك اللي حصل له من عمه والثروه الكبيره اللي تعب فيها وفجاه راحت من ايديه. تخيل سعادتك بقى لو بتضرب في مليون ولا مليون ونص وفجاه الفلوس دي راحت منك، هيحصل لك ايه؟ ده مش راح منه مليون ولا اتنين، ده راح منه 68 مليون يا وائل بيه في غمضه عين. يا باشا بابا مش جديد عليك وبتحتكوا ببعض كتير، عمرك شفته في الحلقه اللي هو عليها النهارده دي؟ ده بقى على راي المثل ارحموا عزيزه قوم ذل. بصوا بقى ما تحاولوش يا عسكري. تحت امرك يا فندم. هات الاستاذ عبد البديع الارندلي من الحجز. وماما. وهات السيده لطيفه الحسيني كمان بالمره، خلينا نخلص مره واحده. اما اشوف اخرتها مع العيله دي ايه. يا اختي جمدي قلبك، مش كده؟ الرجاله بتوع اليومين دول الدلع بيخليهم يتمروا على الاخر. طب ايه قولك بقى، انا لما جوزي بيتعوج معايا بضربه بالشبشب. بالشبشب؟ وساعات بعصايه الغلايه. لا مؤاخذه يعني في دي الكلمه، وهو ده يبقى راجل يعني؟ طب لو تشوفيه بعد ما هو واخد العلقه ونزل على القهوه نافش ريشه، ولا عنتر زمانه. قولي لها يا اختي قولي لها، ده رجاله اليومين دول منظر وبس. لطيفه الحسيني. ايوه انا. تعالي يا اختي الباشا عايزك، شكلك كده هتخرجي النهارده. حاضر انا جايه اهو اشوف وشكوا بخير. خلي بالك من نفسك. حاضر. وانتوا بطلوا المشي البطال بتاعكم، بلاش مياعه وقله ادب. سلام عليكم. بطال. طب انا هقول لك على حاجه، انا كنت ناويه نديها الشبشب وعصايه الغلايه. بتبصوا لي كده ليه؟ انتوا فاكرين ان انا هخاف منكم؟ عاملين اللي فيها مجرمين زي بيطلعوا في الزنازين بتاعة التلفزيون والسيما. انا عارفكوا على حقيقتكوا، انتوا اغلب من الغلب. انا اقدر اضربكوا واحد وواحد بالجزمه القديمه دي. يا سفله. الراجل ده مرسوم علينا ليه من ساعه ما دخل هنا؟ وسفله لا لا دي شتيمه على فكره يا رجاله. وكمان بتستنى؟ مستني ليه؟ العب البديع اللي ظهرت تحت. لا رندالي. اقعد يا ابنك لا اقعد. انا هتنظم الجزم القديم. نبيل. اخويا حبيبي خد لي حق يا بلبل، انا اترميت في الحجز مع ناس وحشه قوي. يعني سعادتك جاي ممسوك بمحضر سكر واعاقه حركه مرور، عايز نعمل لك ايه؟ نعمل لك عيد ميلاد؟ وبعدين مش عيب عليك لما تبقى محامي كبير ومحترم وتعيش في جو السينما القديمه؟
بتقلد البطل لما كان يحصل له حاجه يجري على البار يشرب له كاسين ويمشي في الشارع يغني جئت لاعلمه من اين. يلا عارف خد امك انت روح. طب حضرتك مالكش دعوه بيا، انا همشي مع عمك نبيل. يلا بديع. بعدين يا لطيفه لنا بيت نتكلم فيه. الرجاله بتوع اليوم دول الدلع بيخليهم يتمروا على الاخر. تبصي لي كده ليه؟ وانت كمان بتزعق لي كده ليه؟ عملت ايه عشان ده كله ولا عشان مش في وعيك اليومين دول؟ لطيفه قسما عظما لو فتحت بقك بكلمه زياده كمان لاجمع لك كل ارقام المحاضر اللي اتعملت لك في الفتره الاخيره دي وهرفع عليك قضيه طلاق والمحكمه هتحكم لي من اول جلسه. لا وعلى ايه؟ ده انا اتشرد انا واختي وما لقاش حته نبات فيها. يلا لطيفه يلا اصلي الشر، انت عندك بنت على وش جواز. شايف ابوك يا علي انا يرفع عليا قضيه؟ انا نبيل من فضلك وصلنا على بيت. ايوه بديع بس انت ازاي هتسوق وانت في الحاله دي؟ انت كمان يا نبيل انا هاخد تاكسي. الله بديع بديع استنى استنى بديع. كفايه كده يا عبدو، بقالك اكتر من 10 دقايق وانت حاطط دماغك تحت الميه الساقعه. سيبنا فوق يا نبيل سيبنا فوق. ادخل. سيدي معلش يا بلول انا هستأذنك تستناني في مكتبك او بره شويه لغايه ما اتفرج عليه لوحدي زي ما امر. ماشي عن اذنك. يا عبد بديع انت زعلان مني ولا ايه؟ بتدعي عليا انت يا عكروت، وانا عارفك وعشان انا عارفك كويس عملت فيك كده وبالقانون. عقود البيع والشراء يا عبد البديع ما فيهاش ثغره واحده ممكن تدخل منها، وصولات الامانه كذلك، حتى حق الشرعي في ان انا اوزع تلت التركه بتاعتي زي ما انا عايز استغليته علشان اقلل بقدر الامكان نصيبك في التركه. طب ليه عملت كده ليه؟ ده اللي هيجنني. لانك ما بتتعلمش يا عبد البديع، انت عشت طول عمرك جنبي مني وما تعلمتش حاجه. ما انكرش انا استفدت منك في الدنيا، نميت ثروتي وضعفتها. سؤال بقى، ما عملتش كده لنفسك ليه؟ تعرف يا عبد البديع الفرق بينك وبين ابنك علي ايه؟ على فكره انتوا الاتنين شطار، يعني هو شاطر جدا في التجاره وانت شاطر في القانون، لكن علي بيتعلم بسرعه. علي عمل فلوس كتير من ورايا، كسب كتير ومن غير ما يقول لي، وانا عملت نفسي مش عارف ومطنش. ليه؟ لان علي مشبعني مكسب، لذلك انا ما كتبتلوش حاجه ما وصلتلوش بحاجه، عشان عقليته في حد ذاتها تعتبر كنز ممكن ان هو ينميها في اي وقت وينميها كويس. انما انت قعدت تنمي في ثروتي وتكبرها وتسمنها عشان بعد كده تاخدها بالميراث الشرعي. ما حطيتش في دماغك يا عبد البديع ولا في حساباتك احتمال يمكن 1 في المليون ان ممكن اي حاجة تحصل تمنعك من الوصول للهدف اللي انت خططت ليه طول حياتك. مثلا اولها واهمها ان الاعمار بيد الله يا اخي، ومحدش عارف مين هيعيش اكتر من التاني. احتمال تاني ان انا اعمل فيك زي ما انا بعمل فيك دلوقتي، واحتمال تالت كمان كان ممكن اتجوز واخلف واولادي يورثوا، لكن انا علشان بحبك بحاول افوقك. تعرف يا عبد البديع
أنا النهاردة بديلك درس عمرك وبالقانون، ودي آخر محاولة أنا ببذلها علشان أفوقك وعشان أوصل لك الرسالة اللي عشت طول عمري وأنا بحاول أوصلها لك وأعلمها لك، الثروة والقانون. فاضل كلمة أخيرة عايز أقولها لك وأرجو إنك أنت تصدقها، لأن أنا بقولها لك من قلبي. أنا عبد البديع طول عمري اعتبرتك ابني اللي مخلفتهوش، وحبيتك يا عبد البديع، حبيتك يمكن أكتر من ابن أنا جايبه من صلبي. عشان كده أنا واثق إن لما تعرف الحقيقة دي وتوصلك كويس هتقرا لي الفاتحة. أشوفك يوم اللقاء، لو كان من نصيبنا اللقاء يا عم البديع. مش هيبقى لنا نصيب يا عمي، عشان انت هتروح النار وانا هروح الجنة. بعملتك دي هدخل الجنة. انا كان نفسي تبقى معايا في الجنة عشان انا كمان حبيتك. انا شفت فيك ابويا اللي راح مني وانا لسه في بداية حياتي بعد ما خدت لسانس الحقوق، لكن انت اللي اخترت تتحداني وجايلي في منطقتي بتتحداني بالقانون، القانون اللي انا شاربه ونسبته في عروقي اكتر من نسبة كرات الدم البيضاء والحمراء. انا قبلت التحدي. بتحرمني من ثروتك وتوزعها على ثلاث نسوان يا مراهق، وبتوزعها بالقانون. انا هرجع الفلوس دي وبالقانون، القانون هيكتب بعد كده باسمي، هيبقى اسمه قانون عبد البديع الارندلي التافه. خليك يا بلبل. مساء الخير استاذ عبد البديع. اهلا وسهلا. انت عارف انا بقالي كام يوم تحت العماره بلف عشان اشوف عربيتك موجوده ولا لا، عشان اقول لك البقيه في حياتك. انا متشكر قوي، كان كفايه تليفون والله، ما انجلكيش في حاجه وحشه. تليفون ايه بس يا عبد البديع بيه؟ انت مقامك تليفون برضو؟ طب انت عارف انا جايه مخصوص النهارده عشان اخرجك واخليك تغير جو وتنسى الهم والحزن اللي انت فيه ده. ما هو ما ينفعش، مره تانية ان شاء الله. امتى؟ يعني انا هتصل بحضرتك. وعد يا مساهل. لو قلت يا مساهل يبقى في امل، وامل كبير قوي. طيب معلش استاذن دلوقتي عشان في عندي. طيب اوكي، باي. تفضل يا استاذ، هذه شهاده الوفاه وادي البطاقه. بكره من بدري هيكون عندك توكيل مني ليك عشان تطلع اعلام الوراثه. بس خلي بالك بقى، انت في الجلسه دي هتحتاج اتنين شهود يشهدوا انك الوريث الوحيد لعمك حسب القانون. طبعا يا نبيل طبعا. ولاد حلال، انا كنت خايف ارجع عليكم نمتوا. دي تيجي برضه ابو نسب، احنا عارفين الظروف اللي انت بتمر بيها. ده انا حتى محضر لك تحويجه تشد العصب هتخليك تبوسني 100 بوسه. هديه من حبيبك مجاهد. ما بلاش منك انت، ما علينا، هديه مقبوله. بصوا بقى ثانيه واحده ابو نسب، انا عارف ان الظرف مش مناسب، بس اكيد بعد الظروف دي ما تعدي هتبقى محتاج ترفع عن نفسك. ده كارت تحطه في كامت ريسيفر بيفتح لك كل القنوات. ده برضه هديه من حبيبي عطوة. ده اقل واجب. والله انا ما عارف الحياه من غيرك كنت هتبقى شكلها ايه. ما علينا، انا كمان عايزكم في خدمه. بأمر.
هتروح المحكمة تشهدوا إن أنا الوريث الوحيد لعم نوح الله يرحمه. الله يرحمه. وهو الله يرحمه كان ليه وريث غيرك؟ من عينينا الاثنين يا أخويا، إن شاء الله بكرة من الساعة 7 هتلاقينا على باب المحكمة. لا لا مش قوي كده. لما تحدد جلسة إعلام الوراثة وتبقى تروح. طب كويس قوي، إحنا كمان كنا عايزين حضرتك في جلسة. خير، عملتوا إيه تاني؟ لا دي جلسة عائلية، فرصة نلتقي يعني ونحاول نتكلم كده في كام حاجة مهمة يعني. هو كروشنا كده ليه؟ مليونير بقى ولازم يركز ويشوف هيعمل ايه في الورث المثالتي اللي تحت ايده. تعالى على واحدة. امك فين؟ من ساعة ما سمعت صوت العربية وعرفت انك وصلت وهي مستخبية في الأوضة جوه. واختك عرفت حاجة عن اللي حصل؟ أحلى حاجة ببنتك دي انها مكبرة دماغها وعايشة مع نفسها. اسمع علي، أنا عايزك جنب الأيام اللي جاية دي، عايزك تتفرغ لي من بكرة لو تقدر. واحدة واحدة يا عبدو، يعني أتفرغ لك ومن بكرة كمان؟ أنا هنغدر بيها يا علي، مانيش هحارب لوحدي. أنا عشت طول عمري أخدم المرحوم عشان أأمن لك مستقبلك أنت وأختك، وديك شايف المقلب البايخ اللي عمله فيا. أيوة يا عبدو، بس برضو مبلغ الـ 22 مليون دول حلم في حد ذاته. بلاش غباوة يالا، أنت بص على 22 مليون وناس الـ 68 ونص اللي تعبت فيهم. بيني وبينك الواحد لو بصلها فعلا من ناحية دي هلاقيها حاجة تهري قوي. خلاص جند لنفسك من بكرة. بقول لك ايه، الواد نديم ده يعتمد عليه. هو جدع وطيب، بس محتاج دايما تقول له يعمل ايه بالظبط عشان ما يبوظش الدنيا. عمر يعني معلش على خير الله، يمكن استفيد فيه برضه. يلا سيبني بقى شوية عشان عايز امخمخ مع نفسي. حاضر. هي فين؟ انا عاوز اطمن عليها. بهدوء من فضلك، راعي اننا في المستشفى. اتفضل. سلامتك الف سلامه. الله يسلمك. انا اول ما خدت خبر قمت لبست فورا ونزلت جري على المحطه، خدت اول اتوبيس يجيبنا على هنا، بس للاسف نزلت غلط فاضطريت امشي على رجلي محطتين. الف سلامه. ألف سلامة عليك. الله يسلمك. على فكرة الزيارة في الوقت ده ممنوعة، أنا دخلتك على مسؤوليتي ولو عرفوا هتأذي جامد، بس فداك. كتر خيرك يا أميرة، الله يبارك لك. إدي لها حاجة. طب وليه؟ نديها ليه؟ ده غلط. كده بنعودها على الرشوة. وبعدين هيضيع عليها الثواب اللي ممكن تاخده في حالتي دي. شكرا. مرسي. شكرا. تحت امر حضرتك يا هاني، يا رب تقومي لنا بالف سلامه. تأمريني بحاجه؟ مرسي. شكرا. وانت يا استاذ هما 5 دقايق بالكتير وتمشي، احسن لو الدكتور النبطش عدى ولقاك هتبقى وعيتي سودا. اه حاضر حاضر. رزيلة قوي. سلامتك يا هاني. الله يسلمك. كتر خيرك يا استاذ متولي، تعبت نفسك وكلفت روحك تمن المواصلات ومشيت محطتين بحالهم على رجليك. عارفة لو ما كانش النعل انجليزي اصلي كان بقى فيه لوزه في قعر الجزمه من زمان. قعر الجزمه؟ الحمد لله انت اصلك راجل طيب وربنا بيسترها معاك دايما يا استاذ متولي. اه والله. استني استني، ايه الحكايه دي؟ قسم الامراض النفسيه والعصبيه وانا داخل الممرضه بتقول لي ان كان عندك صدمه عصبيه شديده وكنت بتهلوسي. سلامة عقلك يا هانم، لعل اللي حصل خير. لا ابدا ما تشغلش بالك، اصل المحامي اللي قابلته في قصر عمي الله يرحمه قمت شفت هناك صور لبابا، قلبت عليا المواجع وخلتني ازعل قوي على حالي. ادي كل الحكايه. بس ايه يعني؟ المحامي كان بعت لك عشان يفرجك على صور عمك القديمه وبس. امال انت كنت عايزه يعمل ايه تاني يعني؟ على الاقل يسيب خبر بخصوص المعاش اللي بيبعتهولك. تصدق ما جابش سيره؟
يعني كلفت نفسك مواصلات وتعبت نفسك على الفاضي. نصيبي ده نصيب انا. وانا اللي كنت فاكراك جاي ملهوف عليا عشان بتحبني، هتريك جاي تطمن على الورث. الحمد لله اني ما جبتش زينه. سلامتك. الله يسلمك. سارة نامت اترحمت من اللي كنت هعمله فيها. طب اعمل ايه بس؟ اصحيها واعاقبها باللي عملته؟ انا لو سبتها تفتكر ان انا هفوت كل حاجه بالسهل. طب بس يا رب اصحى الصبح الساعه 9 ما لقاش البنطلون الاسود والجاكيت الاسود والقميص الابيض مغسول ومكوي والجزمه متلمعه ومحطوط فيها الشراب. طب يعترف ازاي ان انا عايز الحاجات دي الساعه 9 الصبح؟ انا مالي وانا هحمل همها بقى يا نصيبها. اعمل ايه؟ ها؟ اعمل ايه؟